أهلا وسهلا أخ وريس، تفضل. أهلا وسهلا فيك أخي نزار، كيف الحال؟ الحمد لله، أهلا بك يا أخ وريس، أنا فرحان أنك بتتواصل معنا. أهلا وسهلا فيك وأحيي خادم الرب يوسف رياض. أنا عندي في الحقيقة عندي سؤال. تفضل يا أخ وريث. عند الآية اللي في لوقا عندما قال أما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم. نعم. فهل هنا في هناك أعداء للمسيح؟ يعني هل هو معاديهم هو؟ يعني هو العدو لهم أم هم المعادين؟ سؤال كتير حلو يا أخ وريث، كالمعتاد تسأل أسئلة حلوة. هذا السؤال الأول، وفي نفس السؤال نفسه في نفس هذا، وهل جاء للناس لناس معينين أم أنه جاء لكل البشر دون تمييز؟ أوكي، خليك معي أخ وريث حتى يرد على السؤال الأول والسؤال الثاني. أما أولئك أعدائي الذين لم يريدوا أن أملك، رفضوا ملك المسيح، فائتوا بهم قدامي هاتوهم واذبحوهم. هل في أعداء للمسيح أم هم عادوا المسيح؟ بالضبط، يعني واضح أن المسيح لم يعادي أحدا، بالعكس إحنا كنا أعداء. في رومية أصحاح 5 يقول صلح إن كنا ونحن أعداء قد صلحنا مع الله بموت ابنه. نعم. فالله رغم أننا عاديناه لكنه أحببنا. نعم. يقولون لله ابعد عنا بمعرفة طرقك لا نصر. دي العداوة جاية من ناحية الإنسان نحو الله. المسيح جاي يملك بالمحبة على البشر ويبارك البشر. قالوا شوف نطيق العمى ولا المسيح؟ لا، مش نطيق العمى، لأن العمى برضو الواحد عايش. نطيق الموت ولا المسيح؟ بدليل لما لهم عايزين باراباس ولا يسوع. لا علاقة بين باراباس اللص القاتل وبين المسيح الذي يقيم الرميم ويعطي الحياة للأموات، ومع ذلك اختاروا باراباس. وطبعا هو السؤال نفسه يجيب على نفسه، اللي رفضوا تمليك المسيح فهم اللي عادوا، مثل ما واضح من الكلام يا أخ وريث، أو كنوا العداء ليسوع المسيح. فبقول بصيغة الحديث يعني أما هؤلاء أعدائي ائتوا بهم، يعني اللي عادوه. أيوة طيب.